طب اخد بسمة. الو، اهلا يا بسمة، ازيك؟ ازي حضرتك مدام الحمد بهاء؟ لله، اهلا بيكي. بكلم حضرتك. قوليلي، الخناقات عندكم بتبقى على تفاهة؟ اكيد اكيد. احكيلي كده. هو مش مع زوجي، بس هي ادت للطلاق. حماتي اتلككت لي على اكلت معلقه زبادي. ازاي؟ كنا معزومين في رمضان عندها، وكنا اتسحرنا واتسحرت زبادي وسبت المعلقه وقمت. بس يعني قعدنا 4 سنين في مشاكل، وبعدين ادت للطلاق. يعني ايه؟ مش فاهم. سبتي المعلقة يعني ما غسلتيهاش او مش فاهم. تمام. حاجه كده. فقالت لك دي سابت المعلقة مكانها ما شالتهاش. بالظبط بالظبط. وفضلنا في 4 سنين يحصل تلكيكه ونهرب، او اتلك انا بقى اعرف اخلع منها واعرف اظبط حالي وبيتي وحياتي، لحد اخر تلكيكه خالص كانت برضو على مصروف البيت وبس. ودي بقى بسببها تم الطلاق تماما يعني. بس بس هو الموضوع يعني ممكن يبقى اكبر من فكرة المعلقة، يعني هي شافت ان انتي يعني ايه مراوغة شوية، مراوغة. انا يعني شاطرة، في مش شاطرة ان انا ما بحطش نفسي في مشكلة، فبعرف ان انا اعمل هبلة واخلع يعني كده. طب فلا، انتي شايفة ان انتي كنتي مقصرة في القصة دي؟ يعني مقصرة. مقصرة، لا، ولا شايفة ان وقتها انتي كنت صغيرة ومفيش خبرة قوي في التعامل مع الناس، لحد ما فهمت هي كانت عايزة ايه بالظبط. يعني هي كانت عايزة تعمل خناقة او مشكلة او حاجة، وانا ما فهمتش هي كانت قصدها ايه بالظبط وقتها، فانا سكت. هو كويس انك سكتي. هو انتي كان المفروض تتخانقي يعني؟ ده كان المفروض وقتها ان هو كده. يعني احيانا بيكون الغباء نعمة، بينزل علينا نعمة. يعني ان انا اتغبيت في الوقت ده، ما فهمتش هي قصدها ايه او عايزه ايه، فعدى الموضوع. طيب بس كويس. انما بالنسبه لي بعد كان كده كويس، بالنسبه لي ما كانش كويس ان كده شافت ان انا متكبره عليها، لحد ما يعني قعدوا يتلككوا يتلككوا يتلككوا، لحد ما يعني هي ما كانتش حباني فطلقتني. بس ماشي يا بسمة، هنعلق على الموضوع ده. وهل يا ترى يعني الخناقات ممكن تتلم في الأول بمعالجتها، ولا تطنشها هيتفهم ويترجم بشكل تاني مختلف بعد فاصل قصير؟ أهلا بيكم مشاهدينا. والتلكيك على الخناقة، هي بسمة حكت على حماتها إنها سابت المعلقة وما غسلتهاش أو حاجة كده. هل دي تلكيكة، ولا ممكن الست يكون عندها حق، ولا هي الست عايزة تتخانق معاها ومش عاجباها، ولا ايه رأيك؟ لا طبعا، هي اكيد اكيد دي كان موضوع وراها بالنسبه لحماتها، وراها حاجه اكبر من كده. ممكن جدا، لان احنا طبعا بنسمع من طرف واحد، لكن ممكن الحما او ام الزوج تكون شايفه ان ده نوع من انواع الاهمال او التكبر، ان احنا يعني انا باكل وبرمي مكاني ومش مهم اشيل مكاني ما دام انا عند حماتي. هي كانت بتقول لا، اصل انا حماتي شايفه ان انا مراوغه وما بحبش ادخل في خناقات، وهي كانت عايزاني ادخل في خناقه. اكيد محدش بيحب يدخل في خناقات، تمام، لكن كلمه ان انا مراوغه دي ممكن يكون معناها كبير قوي عند الطرف التاني، ان انت يعني ايه بتضحكي علينا او بتتلعبي بينا او مستهيفانا او يعني فاهمه نفسك اذكى مننا. تمام. فبالتالي بقى الطرف التاني اللي هي الزوجه شايفه ان كل اللي حصل ده تلكيك، انا ما عملتش حاجه، لانه اكيد مش هيحصل طلاق عشان انا كلت بمعلقه وسبتها مكانها ما شلتهاش. لا يمكن، يعني صعب قوي يا دعاء، وخصوصا لما تكوني بقى بتسمعي من طرف واحد. هي فضلت الموضوع يزيد يزيد 4 سنين كده لغايه ما حصل لحد الطلاق. لما حصل الانفصال. تمام. زي ما في تعليق برضو ان الزوجه برضو بتقول لك تلكيكه، هو بياكل ابنه بنفس المعلقه اللي هو بياكل بيها، فراحت الام مزعقه في الاثنين، فازاي تزعق للراجل؟ قالت لك وبعد كده اتطلقنا، فهتلاقي كل الردود عندها بس كده، يعني انت زعقتي له عشان بياكل ابنه بنفس المعلقه فراح مطلقك؟ لا، هو الموضوع ما بيبقاش كده يا امها جماعه. زعقت له، انا مثلا جوزي، امها لا هي لا لا مش امها، انت امال مين؟ مثلا جوزك بياكل ابنه الصغير انا عارفه، انا بنفس عارفه مين المعلقه. اللي زعق. الزوجه، ام الولد زعقت لجوزها انه شافت ان ده نوع من انواع الاهمال او ايه القرف ده او ايه اللي انت بتعمله ده، فبتقول لك زعقت له فراح مطلقني.
لا هي ما بتبقاش عشان زعقتي له فراح مطلقك. هو الموضوع ممكن يبقى وراه حاجات كتيره قوي يا دعاء. زي يعني الناس بتقول، هو طبعا الناس بتقول السبب التافه والموضوع بيبقى كده. اعمق من كده بكتير. اللي اعمق من كده بقى في الحاله دي انه ممكن يكون الراجل اللي قدامك هو شبع منك انتقاد وشبع منك تقليل وشبع منك تنظير، فانت ما فيش حاجه عجباكي. فعلى تكه كان تكة. على تكه خلاص بقى فعلى تكه. طب ما دام انا كلي على بعضي مش عاجبك وابتديتي بقى تزعقي فيا كمان قدام ابني الصغير، لا مع السلامه.